صباح الخير لكل الناس اللي عم تتابعنا حاليا عبر شاشة سما الفضائية. منقول انه كل انسان عنده عيوب واخطاء عديدة بالتصرفات والطباع، وتعتبر مسألة المصارحة بالعيوب من الامور اللي بيتقبلها البعض والبعض الاخر بيرفضها، لانه ممكن تكون طريقة التعبير عن هالعيوب قاسية نوعا ما، ولكن يمكن شهور وسنوات ما بنقدر ننسى الشخص اللي نقدنا. يسعد صباحك يا جودي. صباح الخير ورد، واكيد صباح الخير لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. موضوع المصارحه بالعيوب بحسب كثير من الاختصاصيين مفيد جدا بين الاشخاص القراب من بعضهم وداخل الاسره الواحده، ولكن بيحتاج لاسلوب وطريقه صحيحه لحتى يكون ايجابي وما يؤدي لمشاكل. صحيح يا جودي، وهذا الموضوع يعني بالنهاية كل الناس له شخصيته، وكل حدا من الناس له طبعه اللي ممكن يتقبله الناس منه أو حتى يرفضوه. على كل حال نحن أطلقنا هاشتاج على صفحتنا على الفيسبوك، يا ترى ترضوا حدا يصارحكم بعيوبكم؟ وجزء كبير من مشاركاتكم على صفحتنا رح نعرضها خلال الحلقة. أما هلأ رح نروح مع كاميرا صباح الخير ونشوف رأي الناس بالشارع السوري بهالموضوع. حدا يصارحك بعيوبه؟ بنتقد بحال شفت خطا بنتقده، يعني صارحه بعيوبه؟ ايه بس عفوا مشان شو هي؟ ايه لانه انا بصارح الكل بعيوبه دغري. ايه ليه؟ هيك احسن مشان اعرف عيوبي بتصلحها؟ ايه طبعا اكيد. ليه؟ طبعا حتى انه بيعطيني بيحفزني من شغلات ايجابيه بالنسبه لي، يعني بيحفزني انه اكون للافضل احسن. لا ليه؟ لانه لا يمكن الشيء هذا شيء خاص تعتبره، يعني لك ما له عيوب وهو خدوتي، فأنا بدير بالي ما يكون له عيوب. زوايا طبية تجميلية، نصائح مفيدة لكل أفراد الأسرة، دراسات وأبحاث عم توصل لنتائج جديدة. شو بتتضمن حلقتنا لليوم؟ رح نتابع سوا. أغلب الناس يا جودي بيكتبوا بإيدهم اليمين وبيستخدموا أشياءهم بإيدهم اليمين، ولكن في نسبة من الناس أيضا تستخدم إيدها اليسار، وكثير من الدراسات قالت أنه الإيد اليسار بتتمتع بصفات غير الإيد اليمين حسب سكان العالم، مثلا وين بيتمركزوا وشو جنس الشخص اللي بيستخدمه ذكر أو أنثى. وفي الكثير من المعلومات ورد بتقول أنه الشخص الأعسر بيتمتع بالكثير من المواصفات والطباع يلي بتميزه عن غيره، أبرزها أنه ممكن يكون أذكى من أقرانه. بالتقرير القادم رح نسمع المعلومة الأكيدة. سؤال طبيعي، بأنو إيد بتاكل أو بتكتب؟ والجواب المتوقع دائماً باليمين، بس نستغرب لما حدا يقول باليسار ومنهال عليه بالأسئلة كيف بتستحكم وكيف بتكتب وورجيني خطك. حسي حالك مختلفة عنه؟ ايه بشو؟ بكل شيء، بس بالتسريح بلي أي شيء ما بعرف اشتغل إلا بإيد اليسار. بكل شيء يسار أبداً ما بتستخدميها؟ لا. بشو؟ بشكل عام بالكتابة اليمين. يمين؟ واليسار؟ لا قليل كتير، يعني اليمين واليسار أكيد بستخدمه. بشو؟ يعني بمساعدة إيد اليمين. على فكرة العسراوي مو من المريخ، يلي بيستعملوا إيدهم اليسار بشكلوا 10% من الرجال و13% من النساء حول العالم، و30% منهم بيستخدموا الإيدتين سوا، و10% من المشاهير والسياسيين هنن عسراويين، وهنن الأكثر طلاقة بالحديث والخطابة، وبيكونوا أشخاص مميزين وناجحين. العسراوي أكثر ذكاء وإبداع وقدرة على التحليل والتواصل وتعلم اللغات، وأكثر مرونة للتعافي من السكتات الدماغية، وهنن أشطر بالألعاب اللي فيها منافسات مثل الملاكمة، التنس والمبارزة. اليسار يعني ما لها الاستخدام القوي، يعني يمين أكثر، يمناوي أكثر كاستخدام إيد، بس إنه كيسار لا. تعرف حدا بيستخدم إيده اليسار؟ إيه. مين؟ رفيقي. شو بيعمل؟ بستخدم ايده اليسار، يعني كل شيء انا يمين هو يسار.
يعني بلاقي كثير في اختلاف بيني وبينه، حتى يعني لاحظت انه في طريقه تفكير غير، وقت يعني اللي عم يستخدم ايده اليمين طريقه تفكيره معكوسه تماما عن اللي يستخدم ايده اليسار. هو مثلا بيبتكر اكثر، عنده افكار عبقري هيك ولا لا؟ انه يعني عنده شيء جديد، دائما عنده الجديد. بيقولوا انه الاشخاص اللي بيستخدموا ايده اليسار بيكونوا اذكى اكثر. هلا علميا ايه بيكونوا مختلفين، بس انه انا ما بحس في شيء يعني زياده مثلا او مميز عن اللي بيستعمل ايده اليمين، ما بتوقع فيه. بتحسي عنده نسبه ذكاء اكثر؟ بقولوا هيك، بس كمان لا ما بحس. بس بنفس الوقت بيعاني من عده اشياء يمكن لما صمموها ما فكروا فيه، مثل المقصات، ماوس الكمبيوتر، لوحات قياده السيارات وغيرها. وبيقولوا علماء هولنديين انه خروج الشخص الاعسل من دائره اهتمامات مجالات البحث العلمي قد يكون له عواقب بعيده المدى. ايدنا بالنهايه كيف ما بدنا نستخدمها؟ العلماء بيّنوا أنه إذا تعدت المرأة الحامل سن 40 بتكون نسبة ولادتها بطفل أعسر بتشكل 40%، بس لهلأ ما تم اكتشاف السبب اللي بيخلي الشخص أعسر، فغالباً هي حالة جسدية تلقائية أو ممكن تكون أسبابها وراثية. وبتعرفوا كمان أنه في كتير من الحيوانات عسراويين، مثلاً الدب القطبي أعسر بيستعمل إيده اليسار بكل شيء حتى لما بده يأكل. وجدت إحدى الدراسات البريطانية إنه حوالي 40% من القطط عسراويين و10 منهم بيتميزوا بمخلب قوي من الناحية اليسرى. رح نبدأ فوراً أولى فقراتنا، تحمل المسؤولية دليل على النضج والوعي والقدرة على تحمل كل المشكلات والصعوبات يلي بتواجه الشخص، ولكن في كتير من الأشخاص ما بيقدروا على هذا الموضوع، موضوع تحمل المسؤولية، وبتكون ردات فعلهم غير صحيحة وغير منضبطة أمام أي مشكلة أو حدث مفاجئ. لهيك ورد، كيف ممكن نتحمل المسؤولية وكيف ممكن نعرف إذا هذا الشخص قادر يتحمل المسؤولية أو لا، وكيف فينا نعلم أطفالنا من عمر صغير على تحمل المسؤولية؟ كل هاي التفاصيل وأكثر رح نحكي فيها مع الأستاذة هبة عدنوس، ماجستير إرشاد نفسي. صباح الخير هبة، وأهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. يسعد صباحك أستاذة هبة، أهلا وسهلا فيكي. خلينا نبدأ بتعريفات، يعني كثير من الأشخاص يفتقروا للوعي والنضوج، شو يعني بموضوع الإرشاد النفسي شخص واعي وناضج، وشو يعني مسؤولية؟ تماماً، بدايةً إذا بدي أقول شو هي المسؤولية؟ المسؤولية أني أنا عندي قدرة أني أنا أتحمل نتيجة الأفعال ونتيجة التصرفات والقرارات اللي أنا أخذتها مختارة ولست مرغمة. هي المسؤولية، هي إذا أنا قدرت أوصل لإلها فهي تدل على درجة من النضوج ودرجة من الوعي. نضوج إنه أنا عندي قدرة على أني أنا أتخذ قرارات أو أفعال مسؤولة، ومسؤولة بداية أنا عن أخذ هذا القرار ومسؤولة أنا عن اختيار هذا الطريق. فالمسؤولية بحد ذاتها أني أنا أكون هذا الشخص قادر يتحمل نتيجة هاي الأفعال اللي هو اختارها، سأحاسب عليها تماماً وسيحاسب عليها مختاراً وليس مرغماً. بيقول لك أنا ما بعرف ليش هيك صار معي، بيقول له أنت لازم تتحمل المسؤولية، ما في شيء اسمه أنا ما بعرف ليش هيك صار معي، في شيء أنا مشيت عليه باختياري فأنا بالتالي لازم أتحمل المسؤولية. معناته مجموعة من الخيارات أو القرارات اللي نحن بناخذها بحياتنا تماماً، وردات أفعالنا على هاي القرارات هي اللي بتثبت قد إيه نحن عنا قدرة على تحمل المسؤولية أو لا. تماماً. طب شو هي المواقف اللي ممكن نكشف فيها الأشخاص اللي حوالينا إذا هن قدرانين يتحملوا المسؤولية أو لا؟ بداية أول شيء نحن بدنا نعرف عندهم قدرة يعتذروا. الاعتذار، القدرة على الاعتذار، بيقدر يقول أنا آسف إذا هو أخطأ بقرار معين بتصرف معين. هو قادر يشكر الأشخاص الآخرين على حسب ردة فعل طلعت منهم. هل هو مسؤول إنه يحاسب؟ أنا مضطر أني أنا أتحاسب، أنا ما عندي مشكلة أنه أنا أتحاسب على الشيء اللي أنا عملته. هدول الأشخاص منلاقي معاييرهم كتير عالية، وعلى فكرة هذا الموضوع لا يتعلق بالعمر الزمني إنما يتعلق بالعمر العقلي، في فرق عندنا بيناتهم. في أشخاص منلاقيهم عمرهم الزمني يتفوق فوق 30 بس غير قادر أبدا، ما عندهم مسؤولية ولا عندهم حتى قدرة إنه هو يتحاسب. لك من أنت اللي جاي تحاسبني؟ ومنلاقي أشخاص عمرهم العقلي، في فرق هون بدي أوضح للمشاهدين شو الفرق بينات العمر العقلي والعمر الزمني. العمر العقلي هو درجة النضوج والوعي عند الأشخاص، وهذا الشيء ممكن نلاقيه حتى عند يافعين بعمر ال 15 وال 16 سنه، قادر انه هو يتحمل مسؤوليه وقادر انه هو يحاسب على تقصيره بشيء معين اكثر من اللي عمره 30 سنه. فنحن هون بدنا عم نحاكي نضج وليس عم نحاكي زمن.
فهدول الأشخاص إذا كان عندهم قدرة على المحاسبة هذا معاييرهم جدا عالية على أنه أنا أقدر هذا الشخص أعتمد عليه أو لا أعتمد عليه. فمهم هدول الأشخاص نحن نعرف مين هن بحياتنا، وهل أنا قادر أصنعهم بحياتي أو لا، هل أنا قادر أوجدهم، هل أنا إذا شخص ما عندي هذا الموضوع كيف فيني أدرب حالي عليه؟ فيني أدرب حالي عليه بداية من أن أنا لما بدرس عواقب الأمور وعواقب التصرفات اللي هي بدها تصير معي، يعني مو عقاب إنما عواقب، يعني مو أنا نتائج تماماً، مو أنا إذا وصلت متأخر فأنا حانحرم، إنما لا، أنا عاقبة تصرفي اللي نتيجة التأخير إني أنا حانحرم من هذا الشيء اللي كنت رايح عليه إني أحضره بوقته المعين. فالموضوع الأساسي بهمني كتير إني أنا أدرس عاقبة الموقف وأدرس الشيء اللي ممكن أخسره والشيء اللي ممكن أكسبه إذا أنا كنت أدي المسؤولية أو لا. أستاذة هبة، بحد ذاته موضوع تحمل المسؤولية أو كلمة مسؤولية موضوع كتير كبير ومخيف لمعظم الناس، وخلينا نشوف رأي الشارع السوري لما سألناهم عن موضوع فقرتنا مع حضرتك، يا ترى المسؤولية كيف ممكن ندرب أنفسنا على تحمله، وأنتوا شو رأيكم بهالموضوع؟ منشوف ومنرجع لنكفي. شو رأيك بأشخاص ما بتحمل مسؤولية؟ تحمل مسؤولية إيه إذا كانت يعني منطقية، إيه ممكن يعني. مستهتر، ما بحب يأسس لحاله مستقبل لقدام. تحمل المسؤولية، والله كل المسؤولية. لا ليه؟ ما بحسها يعني صعبة. هامنين، مستهترين. يعني لشو عايشين الإنسان إذا ما بيكون عنده مهمة يقوم فيها يعني. شو رأيك بالأشخاص اللي ما بتحمل المسؤولية؟ والله يخلي ما نجدر بالحياة، الحياة صعبة كتير وإنت ما فيه تتحمل المسؤولية. والله ما فيكي أنه عندي تخليون يتحمل المسؤولية إذا ما أجت من طبعه. كتير على فكرة في أشخاص ما تتحمل المسؤولية، يعني أكيد ناس سلبيين يعني. سلميهم هم وزمانهم في إلى أثر بالمجتمع. بدي زدتهم بالحدث يعني، بدك تحاولي أنه تخليون بس تراقبيهم من بعيد يعني، أما إذا كنت زدتيهم تتركيهم حرام. بما يتعود على المسؤوليه اول باول بصير يعني بتساعدي وقت بتلاقي بحاجه مساعده، بس لازم يعتمد على نفسه كل شخص فينا يعني. هلا هذا اذا ما كان شيء داخلي ما بيمشي الحال. ليه بتحس انه اثار سلبيه من الاشخاص اللي ما بتحملوا المسؤوليه على المجتمع؟ ما بتلاقي نجاح موجود بالمجتمع، يعني بتلاقي فشل، ما في شيء بيشدك مثلا لا التوظيف، حتى اذا استلم شيء مهمه او منصب بتلاقي مثلا هذا الوضع بشيء معين كل ما له عم يزداد سوء، ما في نجاح لقدام. بتأثر كتير يعني، ابتداء من الأم مثلا، إذا الأم بتحمل المسؤولية، لا مدير مدرسة مثلا، لا وزير، لا بيأثر كتير مو شوي يعني. يعني بصير مجتمع مشلول، ما في كيف بده يعني، الأشخاص ما بيتحركوا بمسؤولية كيف بدهم يبنوا مجتمع أو يساووا مستقبل أو يعني عمر بيوت مثلا ويساووا ربوا أجيال. هو الضرر يعني لإلهم، لأشخاص إلهم يعني، ما بيأثر على المجتمع. لا لا ما بيأثر على المجتمع. إيش حلو الواحد يكون عنده مسؤولية، بس هي صعبة يعني. ايه صعبة والله، خي طبيعتهم، شوفي كيف هن بتكون يعني، حسب طبيعتهم حسب ما متربيين. في ناس ما هن جدير بالمسؤولية وبصير عمرهم 100 سنة، وفي ناس بيخلقوا بيحسوا بالمسؤولية وبيحسوا بغيرهم. طيب في واحدة قالت لي انه لانه امه وابوه موجودين فهي ما لها مضطرة هلا تحمل المسؤولية، هيك دخل؟ لا كان هي مسؤولية يعني، هي يعني بالانسان المسؤولية يعني، هو اللي هو يعني صاحب القرار بهذا الشيء. يعني مثل ما كنا عم نشوف بالاستطلاع، معظم الأشخاص اللي كانوا عم بيحكوا عم بيقولوا قدامهم إنه يكون فعلاً الشخص مسؤول ويكون إنه عنده ردات فعل واضحة وأيضاً راكزة باتجاه أي فعل ممكن يصير. وأيضاً كنا عم نحكي تحت الهواء قدام ممكن بأي علاقة، إن كانت عاطفية أو زوجية أو أسرية أو حتى بالعمل، صعب كتير يكون في شخص مسؤول والطرف الثاني يكون غير مسؤول أو ما نوع على قدر من المسؤولية. كيف ممكن ندرب أطفالنا وأيضاً ندرب ذاتنا على تحمل المسؤولية؟ بداية تدريب الأطفال اللي هنا حيصيروا أزواج لاحقاً على كيف هن يكونوا مسؤولين، لما أنا بداية بوكله بمهمات المسؤول عنه هو بحد ذاته. نحن لهلأ بنشوف إنه في أمهات هي مسؤولة عن تدريس ابنها، هي مسؤولة عن ضب الشنطاية، ضب البرنامج، إذا ضاع أغراض هي بتتصل بالمدرسة إنه ضاع ابني غرضه. فهذا الشيء لا، هذا الشيء أنا لازم بداية نحمل مسؤوليته للطفل نفسه. أنا لما بيجي بحدد له مصروف شخصي وبيجي بقول له إنه أنت حينخصم منك
هذا الشيء أو نصف حقه لما أنا بخليه يشارك حتى بالرحلات المدرسية ولو بمبلغ بسيط، لما أنا بخليه يشارك بألعابه بثمن الألعاب اللي هو بده يقتنيها بمبلغ بسيط من مصروفه، صدقيني موضوع دفع المصاري حتى على صغير إنه هو يحس إني أنا بدي أدفع من مصروفي وقال له مصاري هي تقيلة عليه، بيصير بينتبه لأكثر، بيصير بينتبه وبيحس بقيمتها. أما نحن عايشين بدوامة إنه بتعرف هي قديش حقها، بتعرف هي قديش بابا جاب لك إياها، هو ما بيعرف، هو مو حاسس، هو تماما هذا الشيء اكيدا، لانه هو ليش شايف في شيء نحن عندنا ضمن دائره الاسره المسؤوليه هي قرار. لما بيشوف انه انا بابا هو مسؤول فقط صندوق وهو بنك ودفتر شيكات، انه انا مجرد قد ايه بيدفع هو بابا وقد ايه ما بيدفع هو مو بابا، فهذا المسؤوليه لما بيكون بيحملها شخص واحد بالاسره اللي هي الزوجه قد تكون، هذا الشيء كثير مؤلم وبيوصل باللاشعور للطفل انه انا مسؤوليتي اني انا قد ايه اوفر مصاري لهذا اللي هي الي انا، وهون نحن عم نخلق طفل اناني يبحث عن لذته عن متعته. هون نحن بدنا نوجه للاشخاص اللي هن حتى بيبعدوا عن فكره الزواج وبيبعدوا عن فكره حتى المسؤوليه، المسؤوليه بحد ذاتها هي قرار. نحن ليش الاشخاص من الايام بيبعدوا عن تحمل المسؤوليه؟ بحد ذاتهم هن بيخافوا من النتائج. تمام. انا بدي اقول لحالي انا هلا بدي افشل من الاساس المشوار بلا. او فيني ضيف شغله لو سمحتي لي؟ تماما. احيانا العقوبه الزائده الناجمة عن النتائج السلبية بتخوفنا أنه نبلش أصلاً بهالمشوار. صحيح. يعني أنا لما بدي خاف أني أتعاقب جداً إذا تفوضت أو تكلفت بمهمة وفشلت فيها وبيجي تماماً. مديري بالشغل أو بيجي مثلاً زوجتي أو بيجي الزوجة بيجي زوجة بيعاقبها عقاب شديد تماماً. فهي من البداية ما بدها تشيل هالمسؤولية تماماً. وتقول لك أنا ما بدي أتكلف هل شكراً كثير لكم يعطيكم عافية انا الحيط الحيط والمسؤوليه تمام. صحيح هذا الكلام، لهيك نحن بنوجه لهم رساله، استمتعوا بالسعي، استمتعوا بالطريق، استمتعوا بطريق الوصول لهذا النتيجه. النتيجه انا بقول لكل الاشخاص انت غير مسؤول عن النتيجه طالما بذلت مجهود بالسعي، طالما بذلت مجهود انه انت تبحث عن الزوجه اللي هي خرج، بذلت مجهود انك انت تعمل الشيء اللي انت بتقدر عليه تعمله بتحمل المسؤوليه بالاقتناء انه هي خرج تكون ام اولادي او هذا خرج يكون ابو اولادي او لا، هدول انت سعيد فيهم انت غير مسؤول عن النتائج. في عنا كثير نحن قصص من اللي بتكون حوالينا وحتى ضمن العياده بنشوفها انه بنلاقي الرجال غير مسؤولين، انما الزوجه من الاساس هي ردت على مشاعرها، من الاساس هي هربت من تحت الدرف لتحت المزراب لتخلص من سلطه اب سلطه اخ سلطه زوج ام والى اخره، بنلاقيها هي اختارت حسب اهوائها وليس حسب نضج وحسب وعي وحسب منطق. لهذا الشيء نحن بنوجه لهم رساله كثير مهمه انه استمتعوا بالسعي، لا تخشوا النتائج لانكم غير مسؤولين عنها، طالما انتم مشيتوا بالطريق الصح جزأتوا المهمات اللي مسؤولين عنها، جزأتوا الشيء اللي انتم لازم تعملوه. حتى لما كان انس يعني خادم رسول الله كان جاي عنده عم ياكل شلون ما كان بطريقه عشوائيه، هو قال له يا غلام سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك، قسم له المسؤوليه على ثلاث اقسام. نحن دغري الولد بنلاقيه خبص على الاكل بنعتبره خجلنا، ومرايتي الاجتماعيه قدام الناس هلا شو حيقولوا عن ابني غير مربى وغير مظهر لائق. فخلينا نحن نجزئ المسؤوليه لنعلم اولادنا تجزئه لحتى هو يعرف ويحبها فعلا. مثل ما قال ورد موضوع العقوبه الشديده والعقوبه الزايده بيهرب الشخص انه انا ما عاد بدي اتحمل مسؤوليه، خليني بالظل، خليني شادو انا لهذا الشخص وما بدي انا اظهر فيه، خليني اتحمل مسؤوليه وكون مسؤوله عن عواقب التصرفات وليس عقوبتها. اكيد هذا الموضوع بده قوه كثير كبيره ووعي كثير كبير الانسان الضعيف او الشخص الضعيف، بالعكس رح يتهرب من المسؤوليه مثل ما كنا عم نحكي لحتى أكيد. يضل بالظل، ولكن الشخص الناجح يلي حابب انه هو يحقق اهدافه او يكون مسؤول من حياته وقائد لحياته لازم يكون عنده مسؤوليه كثير كبيره. بالختام بدي اتشكر كثير هبه على وجودك معنا على كل النصائح والمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، شكرا كثير. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك يا هبه. مشاهدينا عندكم علم يا ترى انه في انواع عديده ومتنوعه على ثمره المشمش غير اللي بنعرفها؟ شو هي؟ رح نخبركم بعندكم علم.
اليوم السبت 27 تموز، ومخبينا الفلك لليوم من نصائح وتحذيرات. رح ننتقل عند المدام نجا لحتى نعرف. صباحكم خيرات، ايامكم سعيده، تضلوا دائما مبسوطين ومرتاحين. اليوم السبت 27 تموز، يعني ما رح اقول باشر عطارد التقدم، بده لبكره، بس يعني من هلا انا عم اقول انه لا، باشرت الامور افضل بكثير، وباشر تقريبا تقدم برج كوكب عطارد ابتداء من بكره. طبعا رح يتقدم بشكل رسمي، بقى هو اصلا قلنا انه هو كوكب يلتف متقدما، فاليوم افضل الايام بالنسبة للتراجع، يعني باشر تقريبا تقدم في برج السرطان. طبعا إضافة إلى وجود الزهرة أيضا في برج السرطان لآخر الأيام، لأنه ابتداء من بكرة كمان رح تدخل على برج الأسد، رح تنضم للمريخ الموجود في برج الأسد، المشتري ما زال متراجعا في برج القوس. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، للأمور الشخصية اليوم عم تحمل له سعادة، خاصة قصص عائلية، قصص شخصية، قصص العلاقة بأولاد، بأهل، بعيلة، أشقاء، أسرة، اتصال هاتفي، تغيير مفاجئ. غالباً هاي الأيام للزيارات عموماً، عقلك عم يشتغل بطريقة قصوى، يوم تصالح أو تسوي لخلاف أو ثقة بالحياة، أو عم بتحيط عيلتك اليوم مولود برج الحمل بالسعادة وبالحنان وبالدلال. مولود برج الثور بالغالب عم بفكر ببعض الأمور المالية، والحقيقة اليوم للصرف، يعني عموماً اليوم عم بتتابع أمور مالية عم تصرف فيها، بعرف إذا القصة عطل، القصة هدايا، القصة واجب، بس عم الوضع ما أنه كتير الأريح على الصعيد المالي، مع أنه أنا بعتبر هالسبت من أيام بالذات أفضل من الشهر القادم على الصعيد المالي. التراجع كان عم بيخليك تصرف أكثر مما يجب، بس كمان هلأ رح يدخل بعد 15 يوم رح يدخل عطارد على برج الأسد، هلأ لسه في برج السرطان الأمور أفضل ماليا، يعني الأمور المالية بلشت استقرار. مولود الجوزاء اليوم فايق بكير ونشيط، وعلاقاته جيدة، وعنده طاقة لإنجاز أو صحة أو استقرار ممكن يكون نفسي أو عائلي. هلأ اليوم عم بتمارس سحرك عموما بتفاؤل، وعندك نوع من أنواع النشاط الجميل، مثل كأنه واحد عم يشعر بقيمته بأهميته، الأمور الحقيقة بالنسبة له جيدة وإيجابية. مولود برج السرطان، أنت اللي مكسل اليوم وتعبان، وهذا أكثر يوم في الشهر بين اليوم وبين بكرة ممكن فعلا تكون هيك ضايق خلقك، أو حزين على قصة، أو نازلة دمعة من عينك بسبب ما، مثلا ما بعرف، في شيء محزنه اليوم لمولود برج الثور، أو خليني أقول فاقد للطاقة، يمكن عم يشعر أنه في حواليه محاولات إساءة. هلأ اليوم بالذات مولود برج السرطان بحاجة حدا يجبر له خاطره مثل ما بيقولوا، أو يدلله، فاللي بيعرف حدا مولود برج السرطان اليوم يدقله يدلله ويحكي له شي كلمتين حلوات. مولود برج الأسد اليوم لدعوة أو مناسبة أو سفرة أو مناسبة عم تجمع الشمل بينك وبين الآخرين، أو لوعود أو لنشاطات ملفتة. يوم جيد خاصة اجتماعياً، عم تستقبل ضيوف، تودع ضيوف، أو عم تعرف على ناس جدد، للتجارة، للاختلاط، يكون في حواليك قنوات تواصل بينك وبين الآخرين، وبالمجمل يوم جيد. مولود برج العذراء أكثر أيام الشهر تعباً اليوم، مو بس اليوم، اليوم وبكرة الحياة أكثر أيام الشهر تعباً، قد تتعرض لبعض المضايقات أو بعض الاتهامات أو نوع من أنواع الظلم أو ضغط من محيطك. هلأ أنا بالذات بهاليومين، بس يكونوا هاليومين بالذات، بحاول إتحاشى الناس، بعيد عن الناس قدر المستطاع، لأنه أغلب مشاكلك عم تجي من الآخرين، هي خلافات، هي محتاجة الحكاية لتسيطر على انفعالاتك، هي الأشخاص كأنه ما عم بيقدروا مواهبك، أنت عندك إمكانيات هاي الفترات أنت ما عم تستعملها، ويمكن هذا اللي عم بيطمع الآخرين فيك بحيث أنه يضايقوك أو يزعجوك. مولود برج الميزان اليوم إذا عندك سفر فوارد، عم تعبر عن نفسك بإيجابية، عم تبذل جهود لترتب أمورك، وحواليك الحقيقة الجو منسجم وهادئ، ومثل اللي استعاد حبه للحياة للمراح، الحظوظ ملائمة على كل، لمتغيرات أو لعلاقات، مثل اللي عم ينعم بجو من الشعبية وعم يقدر يرتب أموره بشيء له علاقة بأجواء إيجابية. مولود برج العقرب كمان اليوم الأمور بالنسبة لك أريح، عم تكسب أصدقاء بسهولة قصوى، وعم تشتغل لترتب أوراق مستندات، يعني ولو عم ترتبها عم تنظمها عم تعمل شيء له علاقة بالمستقبل، اليوم للحلول على كل الأحوال، واللي تسعد بأخبار عاطفية أو محبة.
مولود برج القوس اليوم كمان للمساعدات أو للمحبة بالنسبة لك أو للإيجابيات قدر المستطاع. يوم أنت عم تعطي الناس حقوقهم وعم تأخذ حقوقك وعم تتواصل مع الآخرين وعم تسعد بمبادرات، يمكن لقاء مع شخص مهم بالنسبة لك. مولود برج الجدي اليوم الأمور بالنسبة لك أخذ طابع شغل كتير، ما فاضي تحك راسك، تعاني من ضغوط بالعمل رغم أنه اليوم سبت، يعني يفترض أنت هادئ وما عندك شغل، إلا أنه أعتقد أنه لا، ما في نجاح بيجي بالمجان، يوم فيه شغل كتير ويمكن عم تشغلك أكثر من فكرة لترتب أمورك، وأنا برأيي انتبه شوي على أمورك الصحية. مولود برج الدلو اليوم الأمور بالنسبة لك جيدة عموما، على الأقل لتحكي لتناقش لتكون محبوب اليوم للقاءات أو لفرح أو لتكون محبوب من الطرف الآخر، يعني اليوم عم تقدر تحكي تناقش والآخرين رح يلبوا طلباتك، وإذا عندك مشاكل ممكن أنك تلاقي لحلول. مولود برج الحوت الحياة الأمور بالنسبة لك اليوم أخذ طابع قلق، معنا كتير بأريح حالاتك، في صعوبة بالتفاهم مع الآخرين أو نوع من أنواع المضايقات العابرة أو نوع من أنواع التعب العائلي، يعني معناك كتير بأريح حالاتك. هو هاليومين على كل للكسل أو لضيقة الخلق أو لتشعر أنه الأمور حواليك ما أنا عاجبتك، على كل الأحوال يعني اختصاص قلبان وش اليوم مولود برج الحوت. خليني عايد مولود اليوم مولود 27 وأتمنى له السعادة، بيحب الآخرين وما بيعرف كيف يكره، أقصى ما يستطيع أن يفعله أن يتجاهل من يحبه، مثلا قولي متضايق منه أو إذا زعلان تلاقوه عم يتجاهله، مثلا شخص على كل دائما يعني عنده بقراراته اعتباط، يمكن لأنه متسرع باتخاذ القرارات وهذا بيخليه دائما يشعر بالقلق. من الأشخاص اللي بيحبوا الذوق، بيحبوا العيش برفاهية، بيحبوا يعيشوا الناس اللي حواليهم برفاهية ودلال، هو كريم كتير على من يحيط به عموما. من الأشخاص اللي عنده حب منافسة، يعني دائما عملوا معه نوع من أنواع المنافسة، رح تلاقوه هو أفضل وأنتوا أفضل على كل، دائما يعني هيك ملك الغابة هو برج الأسد عموما، ذكي لا يمكن أن تفوته، شاردة ولا واردة، صديق بالحب ووافي. السنة سنة مهمة خاصة بوجود الشمس وعطارد والزهرة هلأ دخولها على برجك، عم بيخلي في حواليك نوع من أنواع السعادة أو المساعدات أو قصص العلاقة بالإيجابيات على صعيد أوراق. والحقيقة أنا بقول 8-9 هدول الأشهر رح يكونوا الأميز لألك لتغير شي بحياتك باتجاه الأفضل. إن شاء الله كلنا منغير دايما حياتنا باتجاه الأفضل. يسعد صباحكم. صباح الخير عن جديد. هاشتاجنا لليوم عن المصارحة بالعيوب ومدى تقبلنا لإلها. بدي أسأل ورد، تقبل إنه حدا يقول لك عيوبها؟ لا أبداً؟ لا أبداً، من زمان من قبل إيه كنت أقبل، بس جودي بتعرف هلأ بيقولوا مغرور بيقولوا كذا قصص تانية، بس تعرفي ليش لا؟ لأنه معظم الناس ومنهم نحن يمكن صرنا نقول جودي بشع لبسك، ما حلو لون شعرك، الأفضل غيري، يعني قصدي الطريقة بإيصال إنه شو في عيوب عند الطرف الثاني. 90% من العالم صاروا يفتقروها، وما بيحق لأي حدا يقول رأيه السلبي بحدا تاني إلا إذا كان لطيف دبلوماسي مصدر ثقة ويوصله بأسلوب مبطن الساندويتش، هاي من أولى يعطي صفات إيجابية ومن ضمنها صفة سلبية هم نقبلها. لإلي حدا يحقق كل هدول بعدها بقبل منه النقد. صح. هي 100% يمكن الأسلوب أو الطريقة تماماً اللي نحن بنحكي فيها والكلمات اللي بنختارها لحتى نوجه ملاحظة على أي شيء إن كان، دائما مثل ما نحن بنقبل على حالنا نقبل على الآخرين، الكلمات اللي بتجرحنا أكيد بتجرح الآخرين. صح. فأي كلمة نحن بدنا نقولها دائما نقيس على حالنا، إذا مرقت عادي فينا نقولها للعالم بقايا، بس إذا ممكن ضايقنا أو تزعجنا ممنوع. بعد أحذري شغلة شو، أنا مليان عيوب فبعرف كل عيوبي، حافظهم ما في حدا يذكرني فيهم لحتى يصيروا. مشاهدينا أبرز آرائكم وسطنا على صفحتنا على الفيسبوك، رح نتابع سوا.
الهريسة هي طبقنا لليوم بمطبخ صباح الخير تحت إيدين الشيف فضل الله. خلونا نتابع. صباح الخير. أكلتنا لليوم أكلت حلو. هلا أول شغلة حنبلش نحن بالمقادير مثل العادة. عندي 500 جرام سميد. 500 جرام سميد يعني كاستين. 200 جرام سكر، 200 جرام حليب، 100 جرام قطر. القطر نحن بنعمل مثلا عيارين سكر ومي نفس القد وبنغليهم مع رشة حمض الليمون. عندي شوية فستق حلبي، عندي 20 جرام بيكربونات، وعندي 20 جرام بيكنج باودر، سمنة ولزينة ممكن نحط نعنع أو كرز، وبدنا نساوي قطر. القطر هو كميتين متساويتين من المي والسكر. عندي هون 200 جرام سكر و 200 جرام طحين. أول شغلة بنعملها إنه نحن رح نحط القطر مشان يغلي، وهلا بدنا نساوي العجينة. هلا العجينة بنخفق الشغلات السائلة مع بعضها، بنحط السكر وبنبلش بنحرك فيه لحتى يدوب السكر منيح. هلا بنرش البيكربونات، الكربونة عفوا، والبيكنج باودر. بنحط اول كاسة من السميد، وبنحط الكاسة الثانية، وبنتركهم 3-4 ساعات لحتى السميد يشرب القطر والحليب والمي. طبعا احنا فينا نحن نحط له مي، نتركها لحتى ترتاح تقريبا 8 ساعات، بعدين بنقوم بشويها. هلا بالبدايه بتشوفوها مريئه، بعدين شوي شوي بتصير العجينه اسمك. هلا انا حضرت عجينه هون بعد ما خمرتها، صار لي مخمرها شي 6-7 ساعات. هلا بدنا نحن هي هلا بس شوي تنحط بالحراره تاخذ سويه واحده. انا مثل ما قلت لكم الافضل كان انه انا خمرها بالقالب، بس انا مشان اشوفوا القوام لما عم نزلها وكيف بتتغير شكلها من اول ما بخلطها لبعد ما بدي اشويها، مشان هيك انا تركتها وهلا سكبتها. هلا نحن حنحطها بالفرن بين ما تنشوى تقريبا بدها شيء 20 دقيقة على فرن متوسط درجة الحرارة 180 درجة. بنحطها بالفرن نتركها تقريبا 20 دقيقة بين ما تستوي. في عنا نصيحة غذائية عودناكم انه نقولكم عليها. بعد ما تخلص النصيحة الغذائية بدنا ننتقل نرجع لعند الشباب على الاستوديو نشوف شو في عندهم فقرات، وبعدين نرجع لعندي لنعمل آخر خطوات من سكب الهريسة. مشاهدينا وصلنا معكم لفقرتنا الطبية، ورح نحكي فيها عن زراعة الأسنان يلي شهدت عمليات زراعة الأسنان تطورات كتير كبيرة مؤخرا مثل كل المجالات الطبية والعلمية. وصلنا نسمع بزراعة الأسنان عن طريق المجهر الإلكتروني وتقنيات جديدة وحديثة صاروا يتسابقوا العلماء بالوقت وأيضا بالماتريال وأيضا بعامل الكلفة على المريض، لأنه كله مأخوذ بعين الاعتبار. والمقصود بهالنوع من الزراعة هو الإضافات اللي عم يقدمها بالآونة الأخيرة والاختلافات الموجودة فيه عن طريق التقنيات. كلها تساؤلات عن موضوع زراعة الأسنان بالمجهر رح يجاوبنا عنها الدكتور رامي عز الدين، دكتوراه بطب الفم وزراعة الأسنان وتجميل الابتسامة. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا في بانل اليوم. دكتور قبل ما نبلش بموضوع فقرتنا رح نشوف تقرير صغير نحن والمشاهدين ونرجع لنحكي بتفاصيل أكبر. يلا.
يعني دكتور كنا عم نشوف الفيديو سوا موضوع زراعة الأسنان تحت المجهر الإلكتروني. قبل ما نفوت بالتقنية الأحدث خبرنا عن زراعة الأسنان، هي امتى بنستخدمها، لمين بنستخدمها، ومين المرشحين؟ تمام. اول شيء خلينا نعرف زراعة الأسنان. هي طريقة لتعويض الأسنان المفقودة، طبعا تعويضها من حيث الشكل ومن حيث الوظيفة. بتتم على مرحلتين، المرحلة الأولى هي وضع الغرسة السنية أو الزرعة ضمن الفم ضمن العظم، وبعديها بنقوم بالمرحلة التعويضية التجميلية لتعويض السن المفقود. هلأ أي مريض معرض لفقد الأسنان هو أفضل علاج ممكن له، إذا كانت الحالة طبعا مدروسة بطريقة صحيحة والعظم صحي وسليم، هي تعويض عن طريق زراعة الأسنان. هذا الشيء بيعفينا من حف أو حك الأسنان، من برد الأسنان المجاورة، بيؤدي لدعم العظم دعم عضلات الوجه. وطريقة مدة علاجها صح ممكن نفكرها أنها طويلة شوي، بس هلأ بالتكنيكات الجديدة عمالة تكون المدة قصيرة وعمالة تعيش الزرعة فترة زمنية كتير طويلة وجيدة. وخاصة دكتور مجال زراعة الأسنان عم نشوف فيه الكثير من التطورات والتقنيات الجديدة، كل سنة عم بيكون في عنا تقنية أحدث من التقنية السابقة. خلينا نحكي شو الجديد بزراعة الأسنان. تمام. هلأ الجديد بزراعة الأسنان كتير أمور تطورت ببنية الغرسة السنية، بالمواد اللي عمالة تتغطى فيها الزرعة السنية، بطرق وضع الغرسة السنية ضمن العظم طبعا، وبطرق التركيبات. المشهر عماله يفيد بأنه تكبير ساحة العمل، ساحة الرؤية. نحن بدنا هو أريح للدكتور، أريح للدكتور وبيعطي نتائج أفضل للمريض. نحن وضع الزرعة السنية هي عملية شبه جراحية فينا نسميها. المشهر عماله يكبرنا ساحة الرؤية حوالي 20-25 ضعف. هذا الشيء بيساعد الدكتور لمنه يتوجه لشيء اسمه مينيمال انفيسيف تريتمنت، يعني عملية أقل رد. هذا الشيء بيؤدي لألم أقل عند المريض، نتائج تجميلية كتير أفضل طبعا، وهذا الشيء بيؤدي لنتائج حتى على اللونج تيرم، يعني بتعيش الزرعة لمدة أطول. تمام. طب دكتور نحن شو الممنوعات بموضوع زرع الأسنان؟ يعني لما بيجي لعندك مريض أنت بتشخصه هو مؤهب لزراعة أسنان، ولكن في استثناءات، شو هي؟ هلا مثل ما كانوا حتى أساتذتنا يعلمونا، الشطارة مو أنك تقول للمريض أنت بدك زراعة أسنان، دائما لازم ننتبه للمريض اللي بدنا نقول له أنت ما بيلبق لك زراعة الأسنان. هلا بداية المريض الغير معتني هو أكثر مريض نحن ما فينا نزرع له أسنان، لازم نتأكد إنه العناية بالأسنان ونظافة الحفرة الفموية شرط أساسي جدا بزراعة الأسنان. بعدين بنقوم عاد لإجراء الصور الشعاعية والتحليلات الكثيرة في بعض الأمراض اللي هي بحاجة لكنترول. اليوم طبعا الجديد بالزراعة إنه معظم الأمراض صرنا عم نقدر نتجاوزها، بنعمل كنترول عليها ونقوم بزراعة الأسنان، من أمراض القلب، من أمراض السكري، من أمراض تراجع العظم، كلياتها هلا في طبعا بالتعاون مع الأخصائيين الأطباء العام الأخصائي بهالموضوع بنحاول نعمل كنترول على المرض، وبالتالي بنقوم بزراعة الأسنان. لكن اللي هو أكثر حدا يعني كونترا انديكيشن هو المريض المهمل للعناية الفموية، طبعا هذا يعني صعب زراعة الأسنان. طيب دكتور خلينا نقول إنه إجا لعندك مريض عنده فقد بالأسنان أو عنده تشوه حتى بشكل الأسنان وحابب يستعيد عنهم بزرعات. تماما. كيف بتتم هي العملية؟ شو هي الإجراءات اللي بناخدها؟ في عنا خطوات تحضيرية قبل ما نبلش بالزرعات؟ أكيد. أول شيء بدنا نعمل نحن دراسة للحالة. دراسة للحالة بتقوم بصور شعاعية تخصصية من بانوراما وصور مقطعية، بتعطينا سماكة العظم وسماكة النسج الرخوي، حتى هلأ صار في بعض المقاطع، على أساسها منقيم نحن الوضع المنطقة اللي مؤهبة لزراعة الأسنان. أوكي. بالإضافة لدراسة حالة المريض من تحاليل عامة، من الأسئلة العامة، وضع الأطباق موضوع كتير هام طبعا، مثل ما حكينا العادات أيضا، من تدخين، من العناية الفموية، شيء كتير أساسي. بعد ما تخلص كل هذه الدراسة منقوم عاد بدراسة مخبرية لوضع التركيب، لأنه نحن اليوم بطل هدفنا فقط وضع الزرعة جوات العظم، نحن هدفنا اليوم وضع تركيب جميل ومثالي وعملي. فلذلك نحن منبلش من الأخير، أنه هل الغرسة أو التعويض المستقبلا رح يكون، فهو وين وضعه الأفضل، وين شكله الأفضل، وعلى أساسه بتتم دراسة الحالة جراحيا، وين لازم نحط الزرعات، كيف بدنا نعالج العظم أو نعالج النسج الرخوي. نحن اليوم الزراعة بطلت هي فقط زراعة بالعظم، نحن اليوم نهتم كتير بموضوع النسج الرخوي، هذا اللي أدى ويشجع استخدام المشهر والتكبير لمساعدتنا، مساعدة المريض. طب دكتور يعني قديش بتاخد الزرعة لبين ما تعشق بالنسيج اللثوي؟ قديش نحن كنا ننطر وقديش صرنا ننطر؟ تمام. وشو الممنوعات على المريض بهالفترة من مأكولات ومشروبات؟ تمام. هلأ هيدي القصة تتبع طبعاً كل حالة وطريقة تطبيق الزرعة. بالشكل التقليدي كنا ننتظر فترة تتراوح من 3 شهور ل 6 شهور على الزرعة بناءً للحالة التقليدية ولحالة العظم. نحن اليوم بالتقنيات الجديدة أول شيء عم نستخدم BRF والIBRF
واللي هي مواد عم ناخدها من دم المريض، بالإضافة لتقنيات تكثيف العظم، يعني خلينا نسميها بالعامي تقسية العظم، وبالتالي عم نساعد العظم لأنه يمسك الزرعة ويعمل الانتجريتد أو الشفاء بشكل أسرع. هيدا الشيء اختصر لنا المدة كتير، بالإضافة لأنه الزرعات الجديدة عم بتتعالج سطحها بمواد عم بتساعد العظم للشفاء بطريقة أسرع. لا كمان واستخدام المجهر عم بيساعدنا لأنه نحن ما نرد اللثة أو العظم أبداً، وبالتالي حتى موضع الزرعة عم نحطه بالموضع المثالي بشكل أدق. هذا الشيء عم بيساعد لاختصار المدة. أحياناً عم بيكون تحميل فوري، نقصد بالتحميل الفوري أنه المريض ممكن يدخل خلال 24 ساعة يكون مركب الأسنان. هلا بالوضع الطبيعي لما عم نحط الزرعه وننتظر فتره معينه، فالزرعه هي مطموره ضمن العظم، فالمريض ما عنده اي موانع من اي ماكولات او اي عادات. لما يكون في تحميل فوري اكيد في توجهات معينه وتعليمات معينه بطريقه الاكل ونوع الاكل. شو يعني هي ابرز هي التعليمات دكتور؟ اول شيء لازم ننتبه انه لازم يكون المضغ مانو راض، طبعا الطبيب عليه بعض المسؤوليات بوضع التعويض وقديش الضغط عليه، لكن المريض بده يدير باله بالفتره الاولى لطريقه التنظيف وللطعام الطري، خلينا نقول سوفت. تمام، يعني ما ضل غير نتشكرك كثير على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وفعلا صار موضوع التعويضات السنيه موضوع متداول وسهل وقابل للتنفيذ، ويمكن التكلفة أيضا عم تكون مناسبة للموضوع للمريض اللي راغب بهالموضوع. بدي أشكرك كثير لوجودك معنا. شكركم وتشكر قناة سما وتشكركم جميعا. شكرا كثير دكتور، شرفتنا ونورتنا. شكرا لكم. مشاهدينا العطلة الصيفية فرصة للأهل لحتى يخلوا أطفالهم يمارسوا نشاطات وهوايات مفيدة إن كانت تعليمية أو حتى ترفيهية بنفس الوقت، والأهم أنه تكون صحية للجسم مثل رياضات الدفاع عن النفس. والكيك بوكسينج يا جودي إحدى هالرياضات، ونحن حبينا نسأل الأولاد عنها وليش حابين يتعلموها وشو ممكن يكونوا بالمستقبل بعد ما يمارسوها. كل هالتفاصيل رح نشوفها مع زميلتنا نور ومع الكوتش بمجموعة معلومات ونصائح. شو اسمك؟ اسمي نور. وانا اسمي نور. بدي اقول لك يا نور، قديش صار لك عم تلعب كيك بوكسينج؟ هاي السنة الأولى. هاي السنة الأولى، قد ايه عمرك؟ انا عمري 14. 14؟ ما شاء الله عنك. أي صف؟ أنا هلا لازم أكون تاسع. لازم تكون تاسع؟ بس قطعتك كتير صغيرة. طيب يا نور، ما بتخاف من هاي اللعبة إنه أنت تأذي رفقاتك وقت بتكون مثلا بالشارع صارت معك مشكلة إنك تضربهم بقوة؟ بلا. إيه شو بتعمل بهي الحالة؟ ما إنه بتمالك نفسي. بتمالك نفسك. طيب هاي اللعبة شو حسيت هيك عملت لك؟ شو قدمت لك؟ هيك إنه انبسطت إنه بصير بالبطولات و يعني انت حابة تروح تصير بالبطولات وتقدم بطولات. ايه. ايه قديش صار لك عم تلعب؟ هلا انه انا تقريبا من هاي الصيفية اول شهر. هالشهر شو تعلمت؟ تعلمت حركات كثير ودافع عن نفسي. طيب بعد ما تعلمت تدافع عن نفسك بكره بالمدرسة بلكي اذيت رفقاتك؟ انا بحاول ما فيني ما اذيهم. ممكن تأذي رفقاتك؟ ما حسيت انه انا صرت بهي اللعبة عدواني شوي زيادة انه ممكن انا اذا علقت مع حدا اذيه؟ لا لانه الكوتش كان يعلمنا الضبط النفس، فاهم شيء بالكيك بوكسينج انه الاحتيام وانه ما تكون عدواني زياده عن اللزوم. مبسوط فيها للعبه؟ ايه لعبه حلوه. طيب شو استفدت؟ شو حسيت انه انت استفدت واخذت؟ دافع عن النفس وتعلمت من الصبر كمان. ما حسيت حالك انك صرت قوي كثير؟ ايه. وممكن تقتل الاولاد بالشارع؟ لا اذي هي ضربوني بضربون انا. يعني عشان دافع عن نفسي. صرت قوي هلا؟ ايه. طب شو بدك تعمل بس تخلص هاي اللعبة؟ تخلصها؟ ايه. تعمل بطولات. بدك تعمل بطولات؟ ايه قبرني انا بدي اعمل بطولات. ايه وشو كمان؟ وبس. وبس؟ طيب بلكي حدا هجم عليك بالشارع وضربك شو بتعمل؟ بتضربه. بتضربه؟ طيب دائما بتضربه ولا لا مو دائما؟ ايه مو دائما، اللي عامل فيني شيء ما بضربه. طيب. اللي عامل فيني شيء بضربه. طيب هاي الرياضة عم تلعبها ليش؟ عشان دافع عن نفسي. شو اكتسبت منها؟ اكتسبت منها مهارات الفنون القتالية وانه كيف اقدر دافع عن نفسي اذا حدا هاجمني بالشارع. تعرف
تعتبر رياضة الكيك بوكسينج هي أحد أنواع الفنون الرياضية والقتالية، وتعتبر من رياضات الدفاع عن النفس. اليوم ضمن فقرتنا رح نتعرف على كيفية تعليمها للطفل مع الكوتش عمار مرعي. يسعد لي صباحك كوتش. الله يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بدنا ناخذ من حضرتك شو المقصود بالكيك بوكسينج. نحن ممكن نسمع هاي الرياضة ولكن نحن تفصيليا ما بنعرف شو هي رياضة الكيك بوكسينج. هي رياضة قتالية للدفاع عن النفس. ممكن مقسومة لشقين، الكيك شو نقصد فيها والبوكسينج شو؟ هي الضرب بالرجلين. أوكي. والبوكسينج هي ضرب بالملاكمة. هي الملاكمة. فنحن بندمج هدول الحركتين. الكيك بوكسينج. مع الحركتين لحتى نحصل على الكيك بوكسينج. طيب خلينا ناخذ من حضرتك الفوائد البدنية يلي ممكن تقدمها للطفل، غير انه هي ممكن رياضة الدفاع عن النفس. بتقوي العضلات، بتقوي المفاصل، بتحسن اداء الطفل، معاملته مع رفقاته، يعني بتخليه يعني مثل انه ثقة بنفسه زيادة، بغض النظر انه يصيبه الغرور والتكبر انه هو بطل وهو قوي، انه ما حدا، لا بالعكس بتهذب له اخلاقه. طيب ممكن احنا نشوف بعض الاهالي انه بيخافوا من هاي الرياضه لانه ممكن تسبب العدوانيه لطفلهم، او ممكن خلال مثلا باثناء اي مشكله او اي قصه خلص انه انا قوي كثير، انا بقدر دافع عن حالي، او ممكن يأذي الطفل المقابل وقت اللي ممكن يضربه. نحن بكل اخر تمرين بعد ما نعطيهم الحركات القتاليه والعنيفه نعطيهم ترتيب بحيث ما يطبقوا، حتى لو اذا تخانقوا ما تكون هالخناقه كثير كبيره، يعني لحتى تكون يضطر هذا الطفل انه يستخدمه، يعني لا بالبيت لا مع رفقاته لا مع قرايبينه اللي بيعرفهم، الا اذا اضطر انه يضرب. طيب شو النصائح ممكن تقدموا له اياها للطفل انه انت مشان انه هي الرياضه هي رياضه الدفاع عن النفس وقت اللزوم، مو انه دائما والله نحن باي مشكله ممكن تصير نحن فورا نستخدم هي اللعبه. نحن اول شيء بنعطيه عباره انه انت كثير ضرباتك صارت مركزه، لانه نحن بنعتمد على الفك وعلى الكبد وعلى المعده، اذا بدنا فورا بنقول له انه انت هيك بتاذي للشخص، ما بتقدر تضرب غير ضربه الا اذا اضطريت وانضربت. اذا انت ما انضربت بهي الحاله لازم ما تستخدم ايديك او رجليك حتى انت تضطر بهي الشغله. طيب خلينا نحكي عن اللباس يلي ممكن يرتديه الطفل خلال لعبه او رياضه الكيك بوكسينج. واقيه راس، واقيه اسنان، واقيه خصر، كسارات مشان واقيه للرجلين وكفوف. طيب ممكن نشوف بنات ممكن يلعبوا هاي اللعبه فيها؟ هلا بهالاوقات هي كثير دارجة البنات يلعبوا هاي اللعبة. أي يعني ممكن تعتبرها أي بنت أو ممكن الأهل ممكن يعلموا بنتهم هاي اللعبة، إنه مثل ما حضرتك ذكرت هي نوع من الدفاع طبعاً عن النفس. طبعاً. بس ما ممكن الصبية أو البنت تعمل أذى للغير. تعمل أذى للغير إذا حدا بده يأذيها. أما نحن بس بدنا ندرب أي صبية على هاي اللعبة، أكيد ما رح نخلي شغل إنه مجرد فقط تدريب. ما منخلي تتواجه مع اي شخص بخلال التدريب. طيب كوتش صادفت شيء بنات ممكن سجلوا بهي الرياضه؟ طبعا. طيب مين عم تشوف انه اسهل بالتدريب، الاولاد ام البنات؟ هلا طبعا الاطفال الصغار هن رمبا، يعني اول شيء بالتدريب لانه بيلقطوا اي شيء بشوفوه كان بالملاكمه بالكيك بوكسينج بالطابه باي شيء، دائما الطفل الصغير هو اللي بيلقط الحركات الاولى اكثر من الكبير. طيب بالنسبه لللباس اللي حضرتك ذكرته هلا احنا معنا شيء، هلا هدول ميتسات بيستخدموا المدرب اثناء ضرب واقي للايدين عشان الطفل ما ينأذي رجليه هو اثناء التدريب. يعني هي ممكن وين نلبسها؟ هي نلبسها بهذا الشكل عشان الطفل يلعب الحركات بحيث ما ينضربوا لا ايدين المدرب ولا رجل اللاعب. اها مشان الطفل المقابل يلعب الضربات بشكل صحيح ومنركزهم على بهدول الميتسات بهي الحركة طبعا. بهي الطريقة ممكن يمسكون الطفل. في مثلا ممكن تكون أحجام أصغر كونه هلأ رجعت هدول كبار. طبعا هلا هدول الرجل هدول الرجلين دائما يكونوا بهالوضعية لأنه بيخاف الطفل ينزل تيجي بالمدرب والله يعطيك العافية. طيب كوتش خطر ببالي سؤال، كيف ممكن احنا نفرق بين رياضة الكيك بوكسينج والكاراتيه؟ يعني حسيتها انه هي قريبة نوعا ما. هي قريبة، اثنيناتهم فيهم ضرب بين الرجلين والملاكمة والملاكمة بالايدين. ولكن شو الفرق بيناتهم؟ الفرق هي التاتش. الكاراتيه هي تاتش. ما بيضربوا بكامل قوة. شو بنقصد بالتاتش؟ تاتش يعني بدون قوة، لمس. ما من قوي الضرب. اما بالكيك بوكسينج ما في هي فيها اذى.
طيب وقت اللي بيكونوا الاطفال مثلا عم يتدربوا ما ممكن يأذوا بعض او نشوف انه طفل لياقته البدنيه اقوى من الطفل الثاني؟ هلا ممكن يكون لياقته البدنيه اقوى، احنا اول شيء بنركز على اللياقه، بدون لياقه ما في يتابع هي اللعبه، انه هي اكثر لعبه بدها لياقه. طيب خلينا نحكي عن الاهل يلي ممكن بس بيسجلوا اطفالهم بهي اللعبه بس او هي الرياضه بفصل الصيف، هل انت بتنصحهم يكملوا فيها ولا لا؟ بس هي لحتى نعبي وقت الفراغ يلي ممكن يكون مثلا بفصل الصيف او فتره الصيف او بفتره العطل الثانيه. هلا بالنسبه لازم يكون التشجيع للاطفال بالشده اكثر من الصيف، بالصيف ما عنده اي شيء، يعني اذا بيطلع بيلعب طابه خلص هذا يعني بيشبي يعني بيساوي شغلات نشيطه لجسمه، اما بالشتاء بيكون عنده دراسه. في عالم كثير انه بتخلي الاولاد يلتزموا بالبيوت مشان ما يساووا اي شيء انه لازم يضلوا عم يدرسوا. لا بالعكس نحن بنعطيهم مجال يوفقوا بين دراستهم وبين رياضتهم ليفرغوا الطاقه والروتين اللي عندهم، يطلعوا من الروتين الدراسي. طيب هلا لكل الامهات اللي عم يحضرونا اكيد هل حضرتك بتشجع مثلا كل ام تجي تسجل ابنها بهي الرياضه؟ طبعا. طيب طبعاً. من انه شو اللي ممكن المغريات اللي ممكن نحن نقدمها للام اللي عم تحضرنا هلا؟ المغريات هي بتعرفوا على على مواقع هون الابطال اللي هون بتعرفوا على بعض من خلال على الواقع. في قدره للتواصل بين اقرانه تمام بين بعض احسن من على التلفزيون وعلى التاب وعلى النت ويشوفوا شغلات يعني ما هيك بنصحهم هيك بنخفف عنهم طبعاً. وممكن طفل يرجع على البيت بونهاك يعني هيك ممكن ما يعذب اهله ممكن ضل قاعد بالبيت مثلا حاطط التاب او الموبايل قاعد مكابت حاله ومحصور بجو الانترنت. لا نحن ممكن هون يتعلم ويتعرف على اقرانه ويتعلم رياضات جديده بالختام بدي اتشكرك واتشكر وجودك معنا والمعلومات اللي قدمت لنا اياها. كنت معنا الكوتش عمار مرعي. يسعد لي صباحك. اهلا وسهلا فيك. وهلا مشاهدينا صار الوقت نرجع لاستديو صباح الخير ونكمل باقي فقراتنا. يسعد صباحكم عن جديد. شهد رمضان فرصة للإعلان والتنافس بين أصحاب الشركات والمصانع، وبالفعل نعرض على قناة سما مجموعة كتير كبيرة من الإعلانات، لهيك قررنا نحتفل بالإعلان الحلو ونعمل مسابقة لهدول الإعلانات. وجمعنا كل شيء ممكن يكون فيه شركات متنافسة وحطت إعلانات على قناة سما، ولكن القرار بالمسابقة كان للمتابعين والمشاهدين من خلال جائزة زويا، وهي جائزة مقدمة من قناة سما لأفضل إعلان عرض برمضان على شاشة قناة سما، وبدأ التصويت من قبل المشاهدين من بداية الشهر السابع. وطبعا شركات كتير اشتركت بالمسابقة وكل يوم كانت الإعلانات عم تنعرض ليتم التصويت عليها. والتنين الماضي أعلننا عن الفائز بالمسابقة العام 2019 وكان من نصيب بن حسيب، لهيك اسمحوا لنا نرحب بالأستاذ طلال قلعجي مالك بن حسيب وعضو في غرفة الصناعة دمشق. صباح الخير أستاذ وأهلا وسهلا فيك معنا لليوم. ألف مبروك. الله يبارك بعمرك. طبعا هذا الشيء نحن كنا متوقعينه لأنه شفنا الآراء الكبيرة اللي طلعت خلال شهر رمضان المبارك، عطونا أنه كله ما يعني مصف حدا ما باركنا على الإعلان المتميز اللي طلع. فعلا إعلان متميز ولفت النظر من بداية عرضه عبر الشاشات وخاصة شاشة قناة سما الفضائية. خلينا نحكي عن الإعلان، نحن اليوم بحاجة لرؤية بصرية إعلانية بسوريا تضاهي الدول المجاورة وتنافس ببعض الأحيان، وإعلان بن حسيب فعلا فاق التوقعات بكثير من المناحي من حيث الاعتماد على الأستاذ أيمن زيدان وأيضا فكرة الإعلان وتنفيذه. خبرنا عن التفاصيل والكواليس. هلأ الكواليس كتير أخذت منا وقت كبير لأنه بتعرف بالنسبة وقت لحنا بدنا نطلع إعلان للشركة بيجي خيارات كبيرة كتير يعني ونصوص حتى لحنا هذا النص عجبنا كتير بالنسبة للي عملوه الكادر اللي اشتغل عليه كتير الله يعطيه العافية من الجنة تحية كبيرة. أكيد. طبعا لحتى لقينا أنه أقرب إنا
للانتقال للخارج طبعا مثل ما تفضلت حضرتك انه اليوم الرؤية تبعنا كانت مو هي متجهة لسوريا، هي متجهة للعالم كله، لانه نحن طبعا عم ننافس شركات عالمية كبيرة بأوروبا، ولازم يكون عندك الإعلام متميز كثير حتى نعطي. يعني هلا هو اللي حيترجم للانجليزيه ورح ينعرض ضمن محطات اوروبيه. حلو. حتى نشوف كمان الشركات السوريه وين صارت اليوم. استاذ، اكيد لما حضرتك اعلنت عن فكره اعلان لبن حسيب في الكثير من المشاريع والافكار وايضا الاعلانات اللي تقدمت لك، شو اللي خلاك تختار هذا الاعلان او هي الفكره؟ الفكره كثير عجبتنا لحنا، بالنسبه لنا حتى لحنا يعني بالاخراج اليوم مثل مالك حاطه هلا المج صباح الخير، لحنا الاستاذ ايمن ما خلينا يحمل المج ومكتوب عليه بن حسيب لحتى ياخذ الصدى الحلو لاخر الاعلان، انه هاي يبين انه هذا اعلان لبن حسيب ان دايركت. اليوم نحن عم نتوجه بشكل غير مباشر وهذا الشيء اليوم اللي لازم يتميز بالنسبه للرؤيه البصريه للاعلان الجديد اليوم. يعني لازم نطلع من الأفكار القديمة اللي خلينا نقول البالية ونتقدم اليوم، لأنه اليوم المستوى العالمي كله تغير عند منك، يعني الآراء الأفكار الشباب بدك تشوفي شو بدهم كمان يعني اليوم، وإنه بس يعني خلص للجيل القديم، الجيل القديم خلص، يعني اليوم في أجيال جديدة هي اللي لازم نحن نشوف المستوى الفكري تبعها اللي لازم ننطلق من خلاله. تمام، يعني بن حسيب رفيق الدرب، هذا اللي طلعنا منه الدرب بالإعلان، هو رفيق الشهرة، هو رفيق النجاح، التعب بعض أحيانا، بعض الأحيان بيكون هو رفيق اللحظات اللي ما بنتمناها للكتار من الناس اللي بنكون بنحب نقعد بيننا وبين حالنا، وشفنا هذا الشيء مجسد برؤية السدير مسعود، بنوجه له تحية. أكيد تحية كتير كبيرة. الدايركتر تبع الإعلان، وفعلا بيقدر بعشرين ثانية يوصلنا لرفيق الدرب اللي هو 106 ثواني استاذ ورد. تماما 106 ثواني. طبعا هذا الاخراج لسدير، وبنوجه له تحيه كبيره، بنوجه تحيه كبيره للي لشريكي فراس قطان اللي هو ضل مواكب هذا العمل لحتى تم اخراجه، وتم اقناع الاستاذ ايمن زيدان لهذا الموضوع اللي بنوجه له، هو الفنان الرائع اللي جسد لنا هالرحلة العمر اللي بنقولها. تمام صحيح. احنا بدورنا استاذ بدنا نقدم لك الجائزة من قناة سما الفضائية اذا بتسمح لنا. ان شاء الله الف مبروك. شكرا لك. الف عافية من نجاح لنجاح. الله يخليك. هاي من قناة سما الفضائية، نحن عم نشوفها سوا بافضل اعلان انعرض على شاشة سما خلال شهر رمضان المبارك. ونرجع نذكر انه التصويت تم من قبل المشاهدين لحتى يختاروا افضل اعلان بمسابقه زويا. طبعا مثل ما كنا عم نحكي انه فعلا صدى الاعلان كان بين الشارع، يعني ما عم نحكي بس على تصويت وارقام، صدى الاعلان كان كثير حلو، كل العالم حبت هذا الاعلان وكل العالم حكت قد ايه هذا الاعلان فعلا مميز ومختلف. خلينا نحكي عن خطه بن حسيب ايضا بالترويج لمنتجاتها القادمه، وكيف عم بيكون دائما هذا التغيير المستمر وطريقه الطرح الجديده. هلا بالنسبه للتغيير نحن بنلاقي فيه صعوبه كبيره اليوم، خاصه انك اليوم بدك تغير الديزاين تبع الامبلاج اللي نحن بنخرجه الباكج، هذا بيخوفنا كثير، لانه بتخافي انه المستهلك اليوم انك تقولي والله تغير الديزاين معناتها تغيرت الكواليتي تبعها. نحن بنحافظ على الكواليتي تبع الجوده البن اللي بنقدمه للمستهلك اليوم ضمن المواصفات العالمية والمواصفات القياسية السورية بأفضل، يعني بدنا نوجه ونعطي للمستهلك أفضل شيء بالنسبة ل بتعرفي اليوم القهوة هي مزاجية يعني صباحية، اليوم مع صباح الخير لازم قبل ما تطلعي تروقي بن حسيب نشرب فنجان بن حسيب. خلينا نقول كثير الموضوع تبعنا صعب اليوم، اي تغيير بسيط فيه فيه ريسك كثير كبير، بيرجعنا كثير لورا. صح. وهذا الشيء اللي احنا اللي لازم نحن نحافظ عليه ونحافظ على الامبلاجات تبعنا ونعمل لها اخراجات جديده. اليوم يعني اليوم الرؤيه البصريه صارت كثير مهمه بالنسبه للمستهلك اللي عم ينقي الماده تبعه على هوا
النظره تبعه تماما، لانه مثل ما ذكرت عوامل مهمه بالمزيج التسويقي اللي بيتابعونا بيعرفوا شو عم نحكي. الفور بيز اللي قديش نحن لازم نكون اخذين بعين الاعتبار الماده والترويج لها والعبوه والسعر المناسب للمستهلك ونضل متجددين على طول. بدنا نذكر بس انه قناه سما الفضائيه كجائزه لابن حسيب اعلان لمده شهر كامل مجانا على شاشه سما، وهذا طبعا تقديرا لجهودكم اللي عم تقوموا فيها للترويج للمنتجات بالنهايه السوريه داخل وخارج القطر. خطتكم القادمه في عنا منتجات جديده حتكون غير البن وغير المنتجات المتداوله، والتوسع خارج سوريا كيف عم يكون؟ نحن بالنسبه لنا هلا كل المشروبات الساخنه اللي احنا عم نقدمها هلا بالاسواق التوجه انه يكون مثل ما شفنا هلا خلال السنتين الاخرانيات كشركه حسيب انه احتلينا الارقام الاولى باوروبا، وهذا كثير بالنسبه فخر لسوريا أكيد. قبل ما يكون فخر لشركه حسيب انه نحن عم نلاقي حالنا بالصفوف الاولى المنافسه اليوم وقت تقول اوروبا يعني عند منك الاف البراندات اللي موجوده على سوق كثير كبير وقت انت بتحتلي ارقام الاولى او المرتبه الاولى هذا الشيء بيعطينا دافع انه نضل محافظين على المنتج تبعنا ونضل محافظين على المستوى الاعلاني اللي لازم يكون مناسب للمنتج. صحيح. بالختام نتشكر كثير سيد طلال على وجودك معنا، يعطيكم الف عافيه على كل الجهود اللي عم تقوموا فيها، وفعلا نحن فخورين انه صار في عنا هي الافكار الجديده وبلشت تتنفذ وبلشت العالم تحبها وتتقبلها. شكرا كثير سيد طلال، الف مبروك. شكرا للاعلام السوري ولقناه سما اللي ضلينا اللي احنا مو بس بشهر رمضان اللي احنا مواكبين معهم طول السنه بالنسبه لاعلانات من حسيب. يلا رفقه الدرب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كثير لك. شكرا لك. من اقدم الفنون التصويريه بتتشكل اللوحه بهالفن من خلال انتظام قطع صغيره وملونه بتكون مع بعض البعض مناظر طبيعيه جميله واشكال هندسيه كثيره. عم نحكي ايضا عن الفسيفساء، تفاصيل اكثر عن هالفن بتقرير هدى الاسعد. مجموعة أحجار متناثرة لم تلفت سواها وحدها أبصرت فيها شيئا مختلفا، تجمعها تجزئها وتلملمها من جديد بعد أن تكسوها ألوانا تشبه أحلامها فقط. منذ الحضارة منذ القرن الثالث قبل الميلاد بتعود على الحضارة البيزنطية واليونانية، اجت على سوريا وانشغلت بايادي سوريه وتطورت هاي المهنه وصارت تنزل الى مكانات، كانت تشتغل بالايادي بالدق وبالهي ما كان في مكانات، فنزلنا هلا خففت المهنه وصارت تنشغل من خلال مكانات مبدئيه انه تساعد انه الواحد انه يتسهل للحرفي انه يشتغل هاي الحرفه ونميناها وحييناها بسوريا. هون اول شيء اشتغلت بإدلب وبعدين اجت على انتشرت بسوريا واشتغلناها بسوريا. انا بحس انه المراه لما بدها تشتغل بهي الحرفه يمكن تبدع اكثر من الرجل، كونها في لها حس فني وحس رقيق انه تشتغل هيك لوحه. هلا في عندنا احجار بكافه الالوان والطبيعيه والوطنيه بسوريا هون وبتشتغل كلياتها باللوحات. هلا مثلا باللوحات الشخصيه بتتطلب درجات الوان الموجوده بالوش اللي حطالعيه حتى يطلع الشخص مثل ما هو. مثلا في عندنا الوان نباتيه وازهار وشغلات ومناظر طبيعيه، بدك تطلبي الالوان موجوده كمان، الاحمر الاخضر الازرق الاصفر كل شيء موجود عندنا بسوريا الحمد لله. مثلا في عندك ايقونات كمان حسب كل لوحه شو عندك تتطلب موجوده. في الوان بنلاقي صعوبه بايجادها بدنا نستعين بالرخام الاجنبي، فبنجيب الالوان مثل ما قلت لك بنقطعها مربعات صغيره بنشكل اللوحه اللي هي موجوده والمطلوبه مننا نحن وبنلزقهم باللاصق. اول شيء لاصق مبدئي، لاصق هو الشعله مبدئي مشان اذا لما اللي بتصير عندنا اخطاء باللوحه نقدر نصلحها ونتفاداها قبل ما تنتهي وتقسى. فلما اللي بتخلص نحن بنعمل لها مواد التلزيق الثانيه والمواد التعتيق لحتى تعطيها المتانه وتعطيها التعتيق والحد اللي هي بدها اياه.
انا هاي المهنه انا بتعني لي كثير، انا هاي حاسه صارت روحي، صارت روحي فيها. لما اللي بقعد بالبيت ما بقدر اشتغل شيء، بحس حالي انه ناقصني شيء، انا وين ليش هيك بضيع. رغم ما تعانيه مع الزمن، يبقى حرفيو الفسيفساء الحجري مصرون على ابقائه حيا، يزين جوانب الحياة بألوان وحجارة قد تحكي قصة وجودنا لأجيال قادمة يوما ما. قدم الشيف فضل الله طريقة سهلة وواضحة كتير لتحضير الهريسة. رح ننتقل لعنده لحتى نشوف الطبق بشكله النهائي. رجعنا لكم. أول شيء خلونا نرجع نتذكر المقادير تبع الهريسة. لازم أنه نحن نحط لها قطر وهي بقلب القالب تبعها، بس نحن مضطرين أنه نحن نقلبها مشان نفرجيكم كيف حتطلع. ممكن نرجع نرش عليها رشة فستق حلبي. هلا بدنا نقطعها، بدنا نرجع نرش عليها قطر. طبعا مثل ما قلت لكم المفروض انا رش عليها القطر وهي محطوطة بقلب القالب تبعها او بالصينية تبعها، بس نحن هون بالتصوير في عنا ضرورات. طبعا التقطيعة تعودنا عليها انه هي تكون دائما الهريسة مربعات، نحن هون غيرنا شوي بالتقطيعة. هلا حنحط عليها شوية قطر مشان نتركها تغبهم. بعد ما قطعناها صارت هريستنا جاهزة. بتمنى الكل يجربها، بتمنى انه تعجبكم، بتمنى انه اي سؤال اي استفسار اي شيء بتحبوا تسالوا عنه اكيد انا جاهز لرد عليه على صفحه البرنامج، صفحه صباح الخير على قناه سماء. وان شاء الله يا رب اللي حيجربها يلاقيها شهيه، وان شاء الله صحتين وهنا، وبنلتقى بصباح جديد مع فكره جديده ووصفه جديده وافكار جديده. .45 هو الرقم لترسلوا تفاصيل ميلادكم، ومدام نجلة قباني رح تجاوبكم كعادة كل حلقة. صباح الخير يا مدام. صباح الخير مدام. صباح الخير يا جودي. صباح الخير للجميع، ضلوا دائما بخير ودائما أيامكم سعيدة. اليوم طبعا 27 تموز، ومثل ما صرتوا تعرفوا وصار فيكم تشوفوا أبراجكم مفصلة الكواكب وين، خاصة أنه اليوم يعني باشر تقدم عطارد، هلا هو يفترض بكرة بس باعتبار الخط وهمي، فابتداء من اليوم بكره رح تشعروا انه في بعض التغييرات حتى على نفسيتنا عموما. طبعا وفيكم تشوفوا صفات مولود اليوم، مولود 27. هلا صار الوقت انه نحن نجايب على رسائلكم اللي عم توردنا على 18 45. نور 84 يسعد اوقاتك يا نور. نور انا برايي الشهر القادم متعب، وانا عم بحكي عن اب يعني هذا الشهر متعب معنا كثير مريح نور، مع انه السنه القادمه بتاخذ العقل من التاسع على 12. أنا بقول في شيء بدي بارك لك في جديد بالغالب، يعني قصة جديدة ممكن تكون بداية عاطفية جديدة. هي السنة القادمة سنة حظك بكل المقاييس صينيا وغربيا، أفضل بكثير من هاي السنة، بس حتى المتبقي من السنة إيجابي. خلود عم تقلي ممكن يكون في سفر، أنا بقول أفضل الحظوظ للسفر إذا بدك، وجايبتيها من صينيا أكثر من غربيا إذا بدك، لأنه برج العنزة الصيني أنت برجك صحيح 68 بس أولها، فتتبعي للسنة السابقة، سنة لا تختميها إذا أراد رب العالمين إلا بمبروك. سنة هي فيها شيء بتتذكري، يعني بتقولي أنا 2019 عملت كذا. نور يسعد أوقاتك يا نور وتضلي بخير. نور كم رسالة بعت نور؟ والله بشوفها بدون كل هالرسائل روحي جاوبتها، لأنه آلاء 95 عم تسألني مع جوزة علاء. آلاء مانك بالعلاقة الأفضل الصراحة، هلا بدك كثير بدك تروقي بهي العلاقه، لانه المشكله هو حدا غامض بالنسبه لإلك، انت حدا مفتوح بالنفس، كل الناس بتعرف امتى تنفستي، امتى اكلتي، امتى شربت، ما عندك اسرار. هو من الاشخاص الغامضين جدا جدا جدا، وانا بعتبره حتى من الاشخاص الذي يظهر ما لا يبطن.
هاي قصة كتير بتتعب بالعلاقة الزوجية، لأنه دائما عندك مفاجآت من أشياء أنت ما بتتوقعيها منه. ما عم نقول سيء، لكن بالنتيجة ما بيقدر يقلك كل شيء. يعني بمصروف المنزل دائما هو مخبي شيء، ودائما بيقلك إنه خلص ما ضل معنا مثلا. يعني دائما في عنده قصة مخبيها. هلا هاي قصة بتقلقك أحيانا بالعلاقة الزوجية، بس أنا بقول خلود هاي العلاقة دائما بدها تنازلات. علاقة ما أنا سهلة، يعني أنت بنوتي طيوبة آدمية، صاحبة واجب لطيفة، كل شيء بقلبك على سلسانك، هو عكسك تمام. يعني هو برج الحية الصيني حبيبتي، فهو حية، يعني ما بيعرف أصلا يكون عاري أمام الآخرين يقول لهم كل شيء أصلت. يعني من الأشخاص اللي دائما عنده شيء مخبى. هلا ما بعرف مانك بالعلاقة الأفضل، بس هذا ما بيعني لا سمح الله انفصال أو طلاق، لا، بيعني إنه دائما أنا يفترض في أشياء بتضايقني يا ناقشها يا أتغاضى عنها. يعني نص الأشياء اللي بتضايقك فيك تتناقشيها، وفي أشياء فينا نتغاضى عنها حتى تمشي هاي سفينة الحياة بهدوء بعيدا عن الشجار اللي عم بيصير معكم دائما. زياد مرقباوي، يسعد اوقاتك يا زياد. هلا اذا كان القصه بس شغل، انا بعتبر الشهر القادم الاميز بالعمل. يعني عندك الثامن والعاشر عزيزي هن الاشهر الافضل على صعيد الامور المهنيه. سنه انا بعتبرها جيده مهنيا بمجملها، يعني اذا بدنا نقول سيء فهو سيء عاطفيا، لكن بالعكس الامور المهنيه والماليه ضمن اطار جيد. رح ناخذ مسج من عنا مدام 18 نيسان 92. زينب حابة تعرف عن كل شيء. زينب شهر ونص كنت كتير متعبة الحقيقة، مانك مرتاحة. هلا الأشهر القادمة أفضل بالمجمل، خاصة من نص يعني خلينا نقول بعد العياد يا زينب وأنتي طالعة. يعني الشهر التاسع العاشر أشهر ممكن يكون فيها نوع من أنواع التغييرات باتجاه الأفضل. هلا في حظوظ مساعدة، القصة ما أنا سيئة السنة، بس المشكلة أنتي حد عصبي مستعجل ضيق الخلق نافذ الصبر دائما معجب العجب، دائما انا افضل مما يحصل وانا افضل مما يعني انا استحق اكثر مما هو موجود. وانا ما بشوفك زينب حدا كثير بيبذل جهود، يعني انت مو حدا بيحط قدامه هدف وبيمشي وراه. حدا بدك كل هدول، يعني بدك كل الاشياء اللي متمنيتيها راح يحققيها واحد واحد. يعني ما حدا ابدا بيقدر يحقق كل شيء بتمناه بسنه او سنتين او ثلاثه. قصة كثير بدها جهد، والمشكله انت نافذه الصبر ومستعجله. هي زينب تشبهني كثير على فكره. لا ابدا. طيب نحن حمل حبيبتي، تصور يعني حدا مستعجل وناري وفاقد صبر. انت فاقد الصبر جودي؟ والله يعني عن جديد صايرة هيك. طيب رح ناخذ مسج من قمر. قمر مواليدها 16/6/1993، عم تسأل مع زوجها خلدون 23/1/1983 عن فرص العمل وماديا وعائليا. بس رجعي عيدي لي سنة الميلاد. 93 قمر. 93 يعني العلاقة جيدة حبيبتي، بس المشكلة إنه هالشهر متعب، يعني هالشهر ليس الأفضل. وبالمجمل السنة بالنسبة لك عزتي ما كنتي كتير مرتاحة عاطفيا. هو بتحسي يعني عقله مو مع البيت هاي السنة، يعني عقله بشغله، عقله بالمال، عقله بالمؤامرات اللي عم تحاك ضده. والحقيقة هو فيك يعني في جزء من هاد منه كتير صحة، فآخر همه أنتي. وهي قصة شوي عم بتضايقك أو عم تشعري بخيبة أمل، مثل ما صار بهاليومين ثلاثة الماضيين مثلا، كنتي كتير عاتبة أو متضايقة، عم تحسي بعيد عنك، مع أنه العلاقة جيدة رحي، ما أنا علاقة سيئة. بس بمر علينا بالنتيجة أيام نبقى شوي باردين مع الشريك، ما لنا كتير إلا لهفة، بتصير. بعد شهر متعب الحقيقة، ما أنا مريح. هلأ الأشهر القادمة بالمجمل أفضل بكتير. هو صاير نزق على كل إنه ما عم بيستحمل منك كلمة ولا من حدا. حاولوا رسائلكم يكون فيها يوم شهر سنة واسم مع 18/45. يا راما مثلا، هلال إسراء هلال 2001، يسعد أوقاتك يا إسراء. إسراء سنة مهمة بالنسبة لك، وأنا بعتبرها سنة إيجابية على صعيد ارتباط. يعني بالغالب السنة فيها حظوظ، هلا بالذات مواضيع الارتباط اللي بيريده رب العالمين بصير، بس أنا بعتبرها سنة مهمة بالنسبة لك على صعيد ارتباط. في حظوظ مساعدة، ومثل ما قلنا اللي رايده رب العالمين بصير. يسعد صباحكم وتضلوا دائما بخير.
صباحك يا مدام. حسيتكم اشرتولي؟ حسينا انه هيك شوي لازم نختم. حان وقت الختام. شكرا يا مدام. شكرا. شكرا كثير لك مدام ويسعد لي صباحك. واكيد مشاهدينا الشكر الاكبر لكم ولمتابعتكم لنا اليوم. حكينا قدامهم انه يكون عندنا مسؤوليه وكيف ممكن نعزز تحمل المسؤوليه عند الاطفال من الصغر، وايضا حكينا عن تقنيه زراعه الاسنان تحت المجهر الالكتروني وقديه ممكن تفيدنا وتساعدنا وقديه ممكن تريح الطبيب وتعطي المريض نتائج من جوا ومثل ما هو حابب. صحيح يا جودي. وكان معنا بن حسيب الرابح باجمل اعلان وافضل اعلان انعرض على شاشه سما خلال شهر رمضان المبارك. هذا كان كل شيء لليوم. 9:30 صباحا موعدنا ببدايه مشوارنا. كونوا كتار. تبوا بالف خير. تبوا بالف خير. باي باي.